طيب يعني بالتأكيد مع مشوارك ده تالت مرة تدرب في ليبيا؟ تالت نادي امسكه في ليبيا. تالت نادي تدرب في ليبيا. سبت الاهلي والنصر والهلال والثلاثة في بني غازي، في مجموعة بني غازي. نعم. طمني على الحياة في ليبيا عاملة ازاي بصفة عامة يا كابتن عوض؟ فوق الوصف يا كابتن. والله؟ فوق الوصف. ليبيا جاية عمالة تيجي. انا يعني انا مسكت الاهلي كان سنه 2017 2018 كان لسه خارجين من الحرب، البلد كانت صعبه جدا. كل البلد واقعه، مفيش مشاكل، مفيش محلات كتير، مفيش مول واحد. مفيش مول. جيت من سنتين مسكت نادي النصر، الدنيا اتغيرت بقت احسن، انما مفيش اي مشاكل يعني الحمد خالص. لله الناس كلها كويسين جدا جدا، طيبين بلد الليبيين. لا لا الليبيين طيبين، طيبين جدا يا كابتن، مفيش مشاكل. ما يكاد الحمد لله على ثلاث سنين مفيش مشكله حصلت. وعلى فكره الشعب الليبي بيحب المصريين بجد. خلي بالك يا كابتن، في حاله عشق يعني. أنا في بني نسب وفي مصاهره بالظبط. بني غازي يا كابتن كلها متجوزه من اسكندريه ومرسى مطروح. طبعا. فانا بني غازي يمكن احس ان هم 40% مصريين. بالظبط. جيت السنه دي مع الهلال، لا يا كابتن كميه المولات اللي فتحت، كميه الشوارع الجديده والله، كميه الفيلل اللي هناك اتنقلت نقله. انت عايش في التجمع بالظبط. والله لا والله بالظبط. تجمع بالظبط، بقى بني غازي بقى التجمع الحلقات كده بالظبط. والحمد لله الفتره اللي فاتت دي شايف انا مصريين كتير. كويس ان انا عايزك تقول الكلام ده وتكمل فيها يا كابتن عوده، لانه في انطباع عند البعض ان انت رايح وفي ميليشيات وفي حرب اهليه وفي مش عارف ايه وفي مش عارف مين، جيش مين بيحارب مين. فكويس ان انت بتنقل الصوره دي، لانه في اعلام احيانا بيتعمد انه يوجه لنا او يصور لنا او يصدر لنا. نعم. الاعلام قبل كده في مصر المصريين بيضربوا والدنيا كانت هاديه. انا كنت والله كابتن عوده بنزل اتصور في الشارع وانزل الصور اقول لهم ما فيش حاجه، يقول لك شارع جامعه الدول. شارع جامعه الدول، شارع مش عارف البطل احمد، شارع مش عارف ايه، مفيش حاجه. ادي الشوارع والدنيا والحدوته. لا هناك والله يا كابتن امن وامان، ما فيش اي مشكله في شوف انا من 2018 دلوقتي النهارده 24، يعني روحت ثلاث مرات. بس شوف يا كابتن كم، حوالي ست سنين. وهتلعب مبارياتك في ليبيا؟ هلعب في ليبيا. انا كنت الاول افريقيا، كنت الاول كابتن وانا في النصر وانا مع الاهلي. كان مباريات افريقيا كنت بلعبها في مصر. مظبوط. كنت واخد بيتروسبورت، وحضرتك اللي كنت بتعملي الموافقه الامنيه لو تفتكر. ده صحيح.